السلام عليكم البنات، اليوم فيديو جديد. نتمنى يا ربي يلقاكم في احسن حال. فيديو اليوم غادي يعجبكم ان شاء الله. الفيديو اليوم كما وعدتكم فيديو بلاطو بلاغيزين من غير ريزين. غادي نحتاج لهذا البلاطو دجاجة ومقص، وهاد الصورة الدجاجة العبار ديالها 30 على 46. اول شي نبداو نمسحو البلاطو، هاد الصورة اللي خرجناها في الانترنت. غادي نديرو عليها بعض الاضافات باش نعطوها حياة. نديرو لها الفاشيون اللون الذهبي باش تكون فيها ديك اللمعة. اللي ما عنده الفاشيون، اللي ما متوفر عنده الفاشيون، يدير غير الكولا، يشد واحد البانسي يكون رقيق ويدوز به خطيطات بالكولا ويرش فوقه شويه ديال البريون الذهبي والفضي. انا هنايا درت الذهبي ودرت الفضي. نشوف هاد الطريقه هادي كون فوتو ارقاق شويه. هنا درت الطريقه الاخرى ديال الكولا والبريون، ندير هكا خطوط هكا بالكولا يكون شويه رقاق، ما نكثروش الكولا. هذوك الخطوط اللي في الصورة نمشيو معاهم. بالطريقة هادي حتى نكملوهم، ومن بعد نرشو عليهم البريون او السقلي او لي بايت، كل واحد واش كيسميهم. نحاولوا ما نديروش لي طاش بالكولا، لان اي طاش ملي غادي نرشو البريون غادي يلصق فوقه. نحاولو نتبعو فقط دوك الخطوط. انا كنرش عليهم البريون الذهبي، نمشي بهاد الطريقة هادي. الاخرين درت ليهم البريون الفضي، بعد ما ينشفو تا كينشفو عاد كنحيدو دوك الزوائد، دوك الزيادة ديال البريون. من بعد نمسحو داك البريون اللي زائد فوق الورقة، نمسحو كلشي داك البريون لأنه غادي يبان لينا في الصورة في البلاطو. نعناد هاد الزيادة بيضة ديال التصوير غادي نحيدوها بالمقص، نحيدو كلشي هاد الزيادة البيضة بالمقص باش ما تبان بانها صور. نمسحو البلاطو بالخل شي شيفون، من بعد نديرو الكولا. كلشي دجاجة نديرو لها كولا، ما نكثروهاش، ندير غير واحد الكمية قليلة. ومشينا هكا حتى نكملو البلاطو كامل، من بعد نجيبو هذيك الصورة ونحطها فوق منه بواحد الطريقة تكون متساوية. نحاولو نقادوها هكا بشي كارت،
كارت ديال التعبئة او كارت فيزيت قدوها هكا باش ما يكونش داك الهواء في الورقة. نضغط عليها هكا حتى نقادوها كامل بالطريقة هذه. من بعد نديرو فوق منها الكولا باش تعطيها واحد الطبقة سميكة. نديرو لها الكولا كامل الورقة كل شيء. من بعد نخلوها حتى تنشف. ملي تنشف غادي نديرو فوق منها صباغة بيضة، نديرو إما صباغة زيتية، وإلا درنا صباغة مائية نديرو فوق منها الفيرني باش حتى إلا بغينا نغسلو البلاطو ما يخسرش. انا من بعد ما نشفت كانت بقاو لي هنايا فراغات، درت لهم اللون ازرق. نتوما ما ديروش بحال هذا الخطأ اللي درت انايا، الصوره جاتني صغيره على الدجاجه. نتوما خرجوا الصوره هي الاولى عاد تدوها تعبروا عليها الدجاجه باش تجي الورقه مقاده مع الدجاجه. من بعد نديرو صباغة بيضة فوق الورقة، نطلعوا كل شي بالصباغة كما قلت لكم، إما صباغة زيتية وإلا درنا صباغة مائية نديرو فوق منها الفيرني. باش هكا حتى إلا غسلنا البلاطو ما يخسر. هنا عندنا هاد الصباغة الذهبية غادي نديروها في الجناب ديال البلاطو. وهذه هي النتيجة النهائية. هذا هو البلاطو ديالنا ديال لاغيزين من غير ريزين. نتمنى يعجبكم ونتمنى النتيجة تروحكم، ونتمنى تصايبوا بحالو إن شاء الله. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.